كل من مات بحريق وهو مسلم فإنه من الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحريق شهيد. لكن ما نقول فلان شهيد لأنه مات بالحرق، ما ندري، لكن على سبيل العموم نقول كل من مات بالحريق فإنه شهيد. وإذا كان من رجال الإطفاء كان أشد ثوابا أيضا، لأن هذا الرجل الذي مات بالإطفاء جمع بين أمرين، بين الحريق وبين الدفاع عن إخوانه، فهو في الحقيقة اكتسب أجرين، أجر الدفاع عن إخوانه المسلمين وأجر شهادة الحريق. لكننا لا نشهد لشخص بعينه، يعني مثلا إنسان حرقته النار أمامنا نقول الحريق شهيد، لكن ما نقول هذا الرجل شهيد. إذا أعجبك الفيديو شاركه لأصدقائك لتعم الفائدة، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.